أي تعال. الطروحات. خلينا نشوف دكتور مجاهد عباس إبراهيم الناشط السياسي والحقوقي من الولايات المتحدة الأمريكية، مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم وضيفك الكريم وجمهور قناة. دكتور مجاهد، البعثة الأممية التي كان الحديث عنها مستمر، خلاص بدأت تباشر مهامها، بدأت تطلع تصريحاتها، ما هي قراءتكم لدور هذه البعثة في الأيام المقبلة في ضوء التصريحات التي صدرت؟ طيب أخي الكريم، شكرا جزيلا. أولا أنا لابد أن أشكر حضرة تصريحات مستر أو المستشار فولكر اليوم، لكن ما قلناه أن هذه البعثة ليست فصل سادس من البعثة الفنية، هذه البعثة فصل الثاني عشر. يعني رجعت للمبدأ 76 وقلت لك أنه الألف وباء، ألف وباء ألف تتحدث عن أنه موافقة الإقليم أو صاية الأمم المتحدة على الإقليم بأجل فرض الأمن والسلم العالمي والإقليمي. والفقرة ما تقول لك دائما الحديث عن توطين السلام والاقتصاد والإدارة والإدارة. ما قاله اليوم، وأنا أتفق مع ضيفك الكريم، إنه ما قاله اليوم هو أنا أعتقد أنه تدشين هذه المسألة بصورة واضحة. البعثة جاءت لتفعل الآتي، جاءت لكي تصبح غطاء خارجي لا يسمح للشعب السوداني أو لا يسمح لأي مشروع وطني إنه يستطيع إنه يناهض ما يريده المشروع الداخلي. ولذلك البعثة الأممية الآن تأتي، نلاحظ أنه تم تجاوز الحديث حول القضايا الفنية. البلد السادس يقول تفويض الانفاضات الداخلية، الدعم الفني، وتجاوز كل ذلك، بل هو الآن يقوم بزيارة رحاح، يقول أنه يريد أن يقوم بزيارة شاملة إلى كل المناطق والاجتماع. إذا كانت حقيقة بعثة فنية، فالبعثة الفنية لا تقوم بمثل هذه الجولات. البعثة الفنية لديها موجهات محددة، قضايا محددة، هي لم تصبح بعيدة عن التدريب، عن الورش، عن التنفيذ المباشر لمشاريع واضحة في المناطق واضحة. هذا هو الذي يكون عندما تكون البعثة الفنية. أما عندما تكون البعثة الوصاية فهو يريد الآن أن يذهب إلى الأرض، وأعتقد أنه ذهابه إلى الأرض هو تحديد إلى قضية أخرى وهو قضية المكون العسكري. لأن الآن هذا هو الغرض المخفي من هذه البعثة، إنه قضية تفكيك الجيش التي يعتبرها بعض الناس قضية فنية وقضية منتسبة، لا، القضية هذه الآن يتم الطرق عليها بهدوء. الذي يلاحظ الآن أن سلام جبا يتوافق مع فكرة البعثة الأممية في قيام ماذا؟ في قيام دولة الكانتونات في السودان أو الفدرالية الأثنية. الفدرالية الأثنية الآن هم أتت هذه البعثة الأممية لكي تقوم بتجهيز هذه الفدرالية الأثنية في السودان. الفدرالية الأثنية تعني أنك تقوم بتجهيز لكل ثوابت هذه الأمة السودانية، وبالتالي يصبح الإقليم أيا كان هذا الإقليم معتقد وأيا كان هذا الإقليم شخصه يصبح عبارة عن صراع داخلي أو توازن ضعف، ويصبح اليد العليا دائما لمشروع خارجي أو لمن يمثلون هذا المشروع بالوكالة داخل السودان. نعم، لكن هناك ناس بيقولوا يعني ما في إشكالية أن تكون هذه البعثة يستقوي بها المكون المدني ضد المكون العسكري، يعني يقول لها المكون العسكري ده عنده قوة وعنده سلاح لا يمكن مجابهته من قبل مكون لا يملك شيء، وبالتالي ما كان في حل في يد حمدوك إلا اللجوء لهذا الأمر. بيقول لك إذا كانت هذه البعثة في النهاية ترسي الديمقراطية وتؤدي إلى انتخابات كما يعلن، فيقول لك مرحب بها وخليها هي التي يعني تحجم المؤسسة العسكرية التي تتغول على سلطات المدنيين. لا أخي الكريم، ما أي دولة، ما هي ملامح سيادة أي دولة؟ هل نحن نتحدث عن جيش غازي أم عن جيش خارجي أو عن المكون العسكري خارجي؟ المكون العسكري أتى في إطار العملية السياسية التي حدثت بعد التغيير. المكون العسكري هو مكون عصير في قضية إدارة الدولة. القضية الأخرى الأهم جدا من هذا الأمر إنه هذا المكون العسكري الآن إذا أردنا نتحدث عن هذا، ويفضل أن يسلم السلطة أو الرئاسة التشريفية للمجلس السيادي شهر خمسة. يبقى نعتقد أنها زرايع. قضية الديمقراطية لا تحسم بقرارات ولا تحسم ببعثة دولية ولا أممية. قضية الديمقراطية إذا أرادوا الناس الديمقراطية على ماذا تتم؟ تتم على أسس واضحة، وأول هذه الأسس ماذا؟ أنه الشعب ينتخب من يريد.
هل هذه هي المعادلة التي تريد أن يحصل هنا؟ بعض الناس يقول لك لا والله نحن نريد أن نحضر المسح. إذا أنت الآن المسح هو الذي تريد أن تحضره، إذا كان الآن هذه الحركات جميعها تقوم الآن بعملية بتاعت إدارة في السلطة الانتقالية، إذا كان الآن جميع القوى السياسية الموجودة أيضا موجود لديها سيرة في العملية الانتقالية، لم يتم ذكر أي شيء عن الانتخابات، يمكن ذكر عن تداول الحقيقي للسلطة، بل حديث عن تنبيه. إذا أنا أرجع وأقول إن هذه الغاية فقط معمولة لشيء واحد، وهو يعني ما أقول إكمال المشروع بتاع التجريف العقلي والمشروع السيادي للسودان. وكما قال ضيفك يعني قبل قليل، إنه المقصود إن يتم يعني توجيه بوصلة الدولة والشعب وكل الموجود في السودان إلى خدمة قضايا خارجية، وإلى إنه يصبح مشروع مسخ مشوه لا يوصي شيء في السودان وإلا إنما يمس تطلعات وأمال الخارج. دعني أختم معك بهذا السؤال، يعني ما هي المخاطر اللي يمكن أن نعددها أو يمكن أن نشرحها للمشاهدين من وراء هذه البعثة؟ طيب المخاطر واضحة. الخطر الأول يعني في تقدير خاص إنه ذهبت الدولة بسيادتها. الخطر الثاني هو الأخطر، إنه سيتم تكريس إلى وضع لم يستطيع الشعب السوداني السكات منه. الشيء الأخطر الثالث إنه الفدرالية الأسامية التي ستأتي الآن ستضع كل مقدرات الشعب السوداني إلى الخارج، وبالتالي صندوق النقد الدولي سيكون موجود بقروضه موجود بشركات الكبرى التي ستجعل من شعب السودان خادم في أرضه لغيره. الذي يتحدث الآن عن الجنة، عن الجنة المالية، وعن أنه سوف يحصل مشاريع، لن تحصل مشاريع، لن تقدم مشاريع لكي تجعل، لن يسمح إسرائيل ولن تسمح أمريكا ولن تسمح هذه البعثة الأممية بقيام دولة قوية ذات سيادة ذات اقتصاد يصبح لديها صوت سياسي، يصبح لديها ارتباطات إقليمية، يصبح لديها صوت دولي. لن يسمح بذلك. ما سيسمح به هو الآتي: دولة بها توازن رأس، دولة كل مقدراتها مواردها مرهونة إلى الخارج، سواء كان في شكل قروض، سواء كان في شكل شركات عملاقة تعطينا الفتاة وتأخذ الأكثر. أكثر وأكثر وأكثر من هذا، إنه ستفقد أنت ما يميزك كشعب سوداني، سواء كان معتقد، سواء كان ثقافة، أو سواء كان يسموه لايف ستايل بتاع، كله سيتغير لصالح الآخرين. ستصبح أنت عبارة عن مستهلك تابع حضاري، تابع ذليل إلى الأمم الموجودة، ولن يصبح لديك قرار بيدك، ودائما ستكون هنالك دولة ما أو جهة ما تتدخل في قرارك وتوجه دولتك كيف ما شاءت أين ما شاءت. كل هذه الأشياء لن تصلها في صالح الشعب ولن تصف في مجاهد عباس إبراهيم الناشط السياسي والحقوقي، شكرا لك على هذه المداخلة. أنا أسف للمقاطعة، لكني